الآن قراءة في أبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي بشأن الحرب على غزة مع الباحث في الشؤون الإسرائيلية من حيفا وائل عواد. أستاذ وائل، تفضل إليك مع التحية. أهلا بك العزيز حسين والمشاهدين. نسأل، هل هنالك موقف إسرائيلي موحد من موضوع الأسرى؟ أن يفهم كل مسؤول إسرائيل لديه نظرية أخرى مختلفة. مثلا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، نظريته التي يعيد عليها كل مرة، اليوم قالها، يقول اغتيال مقاتلي حماس ومقاتلي حزب الله يزيد من احتمال صفقة تبادل حسب رأيه. حتى كان اليوم له بيان باسم الجيش يقول عندما يشعر عدوك، هاي نظريته، يشعر عدوك بصعوبة الوضع لا تتراجع، زد من الصعوبة عليه أكثر من أجل تفكيكه، ونحن نزيد من الصعوبة عليه أيضا من أجل زيادة الاحتمالات للوصول إلى شروط أفضل لإعادة المخطوفين حسب نظرية رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي. بالمقابل مثلا رئيس الموساد الأسبق تامير باردو يقول العكس، يقول الضغط العسكري هو بالضبط الذي لن يعيد الرهائن. وكتب اليوم مقال نشر في موقع قناة 12، مما جاء في المقال يقول من اللحظة الأولى للسابع من أكتوبر كان واضح أن الثمن الذي سيطلب من إسرائيل أن تدفعه كبير، وكان واضح الثمن. يقول وكان واضح أيضا بأنه لا يمكن إعادة جميع المخطوفين. طب عارف شو عن جد كان واضح، واللي بعد 9 أشهر أهون يقول كان واضح، ولكن هكذا يقول لا يمكن إعادة جميع المختطفين ولا حتى قسم منهم إلا بعملية عسكرية. وقال رئيس الحكومة لم يضع المخطوفين كهدف أسمى للحرب، فقط بعد الضغط الشعبي قام بهذه المهمة. مع أنه طبعا ممكن النقاش إذا عن جد نتنياهو واضع حط موضوع إعادة المخطفين كهدف أسمى حتى الآن ولا لا. يقول نتنياهو يريد القضاء على حماس وإعادة الأسرى، من المفروغ منه، لا يمكن وضع هدفين بالتوازي إذا كان هنالك تناقض بنيوي بين الأهداف، ومع ذلك نتنياهو يدعي بأنه لا تناقض ويكمل. ويضيف أيضا كلما مر الوقت سيرتفع الثمن جدا من أجل تحرير الأسرى. وقال التوغل البري كان معروف أيضا بأنه سيزيد من عدد القتلى المحتجزين، يعني عمليا بقول بأنه كان معروف أنه سيقتل إسرائيليين محتجزين إذا دخلنا إلى غزة بري، ومع ذلك اتخذ القرار. وأنهى بالقول عمليا بأنه لا يمكن إعادة المخطوفين دون إنهاء الحرب والعودة إلى الوضع انسحاب ميان الجيش كما كان قبل 7 أكتوبر. أخيرا يقول إسرائيل تخلت عن مواطنيها مرتين، مرة بسبعة أكتوبر، وثانيا لأنها لم تقم بالمطلوب من أجل إعادتهم. ونتنياهو قام بكل الأخطاء الممكنة، كل الأخطاء الممكنة التي تؤدي إلى عدم إعادة المختطفين. أمامنا فرصة أخيرة لإعادتهم، هل سيحبطها نتنياهو من أجل عيون أن يحافظ على ائتلافه؟ يتساءل رئيس الموساد السابق، يعني يشكك هو أيضا بأنه نتنياهو يعيق الصفقة عمدا كي يحافظ على ائتلافه. أنتقل للفيديو الأول. اليوم كان هنالك حفل تخريج لقادة جدد من الجيش. تحدث نتنياهو، وتحدث وزير الأمن جالاند، وتحدث رئيس الأركان هليفي. نتنياهو سمعته في بداية الخطاب عاد على شعارات تقريبا كلها في جو عاطفي، يقول مثلا أنا أحتضن المصابين، أحتضن عائلاتهم، أحتضن عائلات القتلى، يعني كلام على المستوى العاطفي. وقال أيضا سنستمر في الحرب حتى تحقيق جميع الأهداف. بالخلفية كان في نوعين صراخ، قسم قال العار لنتنياهو على ما سمعه طبعا، وقسم آخر كان يؤيد نتنياهو. أنا كيف سمعت الأغلبية قالوا العار له. بعض التحليلات الإسرائيلية كانت، وسمعتها في أكثر من استديو، قالوا إذا فككنا خطاب نتنياهو اليوم نستنتج أنه 1، لم يكن إيقاف للحرب، 2، سيطرة إسرائيلية أو عدم تنازل عن محور فيلادلفيا، 3، لن يكون إعادة للمسلحين لمنطقة الشمال. وطبعا قلنا سابقا بأنه مش معروف شو يعني المسلحين،
وكيف بده يعرف مين عاد؟ يعني يمكن اي مواطن يجي يكون مسلح، يمكن الاستنتاج عدم معاهة المواطنين للشمال اصلا. وايضا اكثر ما يمكن من المحتجزين اعادتهم من المرحله الاولى للصفقه. واخيرا يقول نتنياهو المزيد، يعني شدد على المنطق، المزيد من الضغط العسكري يؤدي الى نصر مطلق. شو فهمته؟ انه في الصفقه، في الصفقه. ليه؟ لانه هاي البنود، محور فيلادلفيا واعاده الناس الى الشمال وعدد اللي بده يصير فيه تبادل، هو عمليا بالضبط ما يناقشوا الوسطاء وتناقشوا الوفود. يعني عمليا نتنياهو قال للوفود اخرجوا الى المفاوضات، وخلال خطاب علني مسك النقاط اللي المفاوضين عم بيحكوا فيها وفندها واحدة واحدة ورفع سقف المطالب، عقد الموضوع بزيادة. طبعا هاي مش اخطاء ولا زلة لسان، هذا هو ديدا وهذه هي الطريقة التي يستخدمها نتنياهو دائما. اليوم في خطاب نتنياهو مسك كل ما يناقش في وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية المحلية على تفاصيل الصفقة وفرطهم واحد واحد خلال خطاب حفل تخريج مجموعة جديدة من الضباط الجيش. جالانت قال اليوم، ما كان عنوان رئيسي أيضا في إسرائيل، قال هنالك ضرورة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية عميقة تستهدف أيضا سياسيين وأيضا أمنيين. ونظر إلى نتنياهو كان جالس أمامه في نفس الحفل هذا وقال له يجب أن تحقق معك اللجنة كرئيس الحكومة، يجب أن تحقق مع رئيس الأركان، يجب أن تحقق معي أيضا كوزير للأمن، ويجب أن تحقق أيضا مع قوة أمنية لكي نرى أسباب الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر. وقال هذه اللجنة عليها أن تفحصنا جميعا، ممنوع ينفد ولا واحد. ملاحظة فقط، قسم من التحليلات كانت أمس وأول أمس لماذا جالنت يذهب إلى هذه القرارات، وسنرى أيضا نعيد كيف قرر أن يجند الحارديم اليهود وطلب تجنيدهم فوري. يقولون بأنه هو إذا أردتم عكس نتنياهو اعترف لنفسه بأنه لن يبقى في العمل السياسي أكثر في حال حكومة أخرى أو في حال انتخابات جديدة. لذلك على المستوى الوطني، على مستوى التاريخ الشخصي، التاريخ القومي، تاريخ الوطن الإسرائيلي إذا بدكم، يحاول جالنت الآن أن يختم الموضوع بأنه عمل طبق الأصل، بأنه تمسك بمبادئه وليس بكرسيه. هو صار عارف كرسيه خسرها، لذلك يتصرف ويقول لجان تحقيق ويعاتب الحرديم وغير ذلك، لأنه المواقف المبدئية الأقل سياسية اللي فجأة الآن جالنت بدأ يتمسك فيها أكثر، يجاهر فيها أكثر عمليا، لانه يعرف بانه يفضل ان واحده من التحليلات هي بان يفضل بانه ان يختم حياته السياسيه كبطل قومي اسرائيلي يحارب من اجل الشعب وليس من اجل كرسيته اللي هيك طار. الفيديو الثاني. ما زالت اسرائيل وكما رايتم من كلام جالنت تبحث بالسؤال الكبير، السؤال الكبير الذي ما زال يعني يقض مضاجعها عبها، كيف فشلنا في 7 أكتوبر؟ كيف فشلنا؟ وسائل الإعلام فتحت اليوم بنقاشات حول واحدة من التحقيقات، كيبوتس بيرين، اللي قتل فيه حوالي 100 مواطن إسرائيلي وخطف منه حسب وصفهم، احتجز منه 31 إسرائيلي آخرين، قسم منهم على فكرة قتل وعرفوا أنه قتل لاحقا. المية حتى لجنة التحقيق بتقول قسم من المية اللي قتلوا مش حماس قتلتهم، إنما إسرائيل قتلتهم بقصفة. سنشوف. العنوان الرئيسي أستطيع القول أصلاً لكل نشرات اليوم العناوين حول هذا التحقيق. هذا مش التحقيق الرسمي اللي بحكي عنه جالنت اليوم، هذا تحقيق للجيش بيجي أصغر شوي. حسب التحقيق من الساعة 6:30 صباحاً بدأ هجوم حماس إلى هذا الكيبوتس أو القرية التعاونية، ومن دافع هم المواطنين عن أنفسهم ولجنة محلية دفاعية. الساعة 1:30 وصل الجيش ولكن بقي في الخارج، ودخل فقط بعد 2 ساعة من وقوفه بالخارج. يسألون الآن أنه الجيش كان يعرف بأن كل ثانية مهمة بالنسبة لهم، ويتحدثون بأنه 340 مسلح من النخبة كانوا في الكيبوتس، ويقولون بأنه في البداية كان فقط 26 جندي حسب أقوالهم يقاتلون 340 مسلح من حماس،
إذا لماذا لم يدخل الجيش سريعاً سريعاً؟ تأخرت القوى حتى وصلت، وفقط عند السادسة مساء دخلت كتيبة الجيش كاملة، فقط عند السادسة مساء. يعني نحكي عن ساعات طويلة طويلة لم يكن فيها الجيش بكل قوته داخل هذا الكيبوت، ولم تنتهي المعارك حتى فجر اليوم التالي الساعة الخامسة. طبعا أعضاء الكيبوت انتقدوا اليوم، هم موجودين مش في الكيبوت، بعدهم مبعدين لأنه الكيبوت مدمر وأيضا حالة من الخوف، فموجودين في فندق في البحر الميت. الجيش راح عندهم على البحر الميت يشرح لهم شو اللي صار. قالوا له أنت كنت طري، كنت رخو في ذلك اليوم. وأكثر شيء ناقشوه، لماذا هنالك، ما الحاجة بأنه دبابة إسرائيلية أخذت أمر بأحد من أحد الضباط اللي تم ترقيته خلال الحرب بقصف أحد البيوت، حسب أقوالهم كان فيها 12 إسرائيلي وآخرين من حماس، فقرروا قصف البيت كله. هاي ما يسمى بمبدأ هانيبال بأنه أن لا يقتلوهم أفضل أن يكونوا أسرى. الأمر الثاني اللي انتقدوه أولاد الكيبوت بأنه هنالك أسئلة تكتيكية أجاب عنها التقرير، أي ساعة أتوا، أي ساعة دخلوا، وهكذا. ولكن السؤال الأكبر، السؤال الأهم، السؤال اللي مقلقهم، لماذا تركتونا بهذا الشكل؟ لماذا احتاج الأمر لساعات طويلة، أكثر من 7 ساعات، حتى دخلتم إلى حتى دخل أول جندي إلى داخل الكيبوت؟ يتحدثون عن فشل كبير. والأمر الآخر بأنه التحقيق لا يحمل في طياته ولا إشارة في أصبع مسؤولية ولا لأي شخص. يعني بس بيحكي هيك بكبير، أي ساعة دخلنا، متى دخلنا، كيف فشلنا، ولكن لا يقول ولا هذا السياسي فشل ولا هذا المسؤول فشل. إذن ما المعنى أنكم تقولون لنا ما كنا نعرفه، ولكن فقط بدقة أكبر، دون أن تأتوا بمسؤول يجب أن يحاسب؟ الفيديو الثالث نرى على الشاشة هذا الزعيم الديني للحرديم الأشكناز، اسمه الحاخام دوف لاندو. طالب اليوم أبناء ما يسمى اليشيفوت أو المعاهد التوراتية رفض الاستجابة لأوامر الاستدعاء اللي الجيش راح يبعثها، وناقش الموضوع. حتى هنا بسموهم الحاخامات، يعني الأذكياء. وبسأله المذيع بكل مش قالوا أذكياء، ليش هيك بيحكي هذا؟ مش كلام أذكياء يعني. فالآن مع الأشكناز فتوى، أو مع راف الأشكناز فتوى للحرديم، حرام حرام تروحوا على الجيش، لا يجوز شرعا يهوديا تروحوا على الجيش الإسرائيلي. ولكن طبعا مش لأسباب اللي بنفكرها السنوياكم، بأنه أخلاقيا ما يحدث حرام يجوز لا يجوز، وما يحدث أصلا حتى الآن، كل ما يعرض، كل الألم الذي نراه في غزة حتى الآن لا يعرض في الشاشات التلفزيون الإسرائيلية. وإذا بعرضوا قناة 14 رأينا أحد الصحفيين يعرضوا من جانب منطلق الشماتة. المهم اليوم باللي قاله الحاخام، هو بعرف بأنه التلاميذ اللي عنده يفضلون قراره على قرار المحكمة العليا. وقبل أيام صادق جالانت وزير الأمن على توصية الجيش إخراج أوامر استدعاء شبه فورية للحرديم حوالي 3000 في الأسابيع المقبلة، وهنالك نقاش على الموضوع كل الوقت. لذلك النقاش في هذه القضية بأنه هل ستكون مواجهة حقيقية بين الجيش وبين الحرديم في الأسابيع القادمة، أو بين الشرطة وبين الحرديم اللي بيجوا بأخذوا أشخاص بتحولوا فجأة إلى هاربين من الخدمة. الفيديو الرابع والأخير، ماذا عن الصفقة؟ شو مع الصفقة؟ هنالك نقاشات حول معبر رفح، حول خط فيلادلفيا، كثير الكثير من التفاصيل. أحيانا تشاهدون بعض المحللين ووسائل الإعلام الإسرائيلية ألف يقول إكس وآخر يقول عكس إكس، يعني أشياء عكس بعضها. أحيانا مكتب نتنياهو اليوم قال كلام عام، طلع بيان قال فيه نحن نبحث مراحل تنفيذ صفقة إعادة الرهائن وكيف نقوم بذلك، ما عدم ضمان تحقيق كل أهداف الحرب، أولها القضاء على حماس. بكل الأحوال الوفد
يقولون في الإعلام الإسرائيلي الوفد اللي بفاوض محبط، محبط جدا. لما سمع خطاب اليوم، خطاب نتنياهو صباحا اللي قلنا عنه بالاحتفال اللي كان، ليه؟ لأنه كلنا بفند كل ما يتفقون معه واحدة واحدة، بخلوهم يحكوا يحكوا يحكوا، بعدين بيطلع بخطاب علني بفكشها كلياتها كما تفرط المسبحة، أمر وراء الآخر. من سيخرج عمليا غدا للقاهرة كوسيط؟ رئيس الشباك رونين بار اللي هاجموا، اللي هاجموه المتطرفين قبل أيام، طبعا على رأسهم بن غفير، وأيضا سيكونوا ممثلين عن الجيش. وهؤلاء أنفسهم عادوا أمس، فقط أمس قبل ساعات عادوا من قطر. فالسؤال، هل سيحدث كما حدث سابقا، نقاشات نقاشات نقاشات، ثم ما سيغلب هو ما قاله نتنياهو اليوم، نقاط التفنيد لكل ما يناقشون فيه؟ نقطة أخيرة، انتهى الفيديو الرابع. نقطة أخيرة، معلومة مهمة، صحيفة ذا ماركر الاقتصادية عرضت اليوم أنه 4804، حوالي يعني 5000 إسرائيلي، أعلنوا قالوا لإسرائيل من بداية الحرب بأنه أوقفوا إقامتنا، لم نعد إسرائيليين أكثر. وهذا العدد 5000 تقريبا أكثر بمرتين ونص من اللي كان في نفس الفترة من العام 2022. يعني حسب التقارير أيضا بأنه هذا الرقم أولي جدا، الأرقام أكبر هيك بكثير على الأغلب. ليه؟ بقولوا قسم كبير من اللي غادروا إسرائيل من أول الحرب ما بيسارعوا بأنه يروحوا يوقفوا إقامتهم في إسرائيل. أولا بده يشوفوا تأقلمهم، تأقلم الأولاد خارج البلاد، هل هذا القرار نهائي أم لا، بروحوا بجربوا. ثانيا بدهم يحافظوا على حقوقهم، في بإسرائيل تأمين وطني، في بإسرائيل تأمين صحي، وفي عدة حقوق لهم كمواطنين. ففي حال أوقفوا إقامتهم أو بطلوا بدهم يصيروا مواطنين أكثر في إسرائيل، فستوقف هاي الحقوق. فقسم منهم 5000 قالوا بدناش لا إسرائيل ولا حقوق، خلاص طلعنا. وفي أرقام أكبر بكثير لم يقولها تقرير ذا ماركر، بقول بأنه هنالك أرقام كبيرة طلعوا، فعليا طلعوا، ولكن ما زالوا مسجلين كمقيمين عشان يفحصوا وضعهم، وأيضا عشان يحافظوا على حقوقهم. هذا كل شيء لليوم، أراكم غدا على أخبار أفضل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.